فيديو جديد للمبتدئين على اليوتيوب، ولكل شخص عايز يبدأ ويعمل قناة على اليوتيوب. هنتعلم فيه ازاي نسجل الشاشة صوت وصورة ببرنامج سهل جدا ومناسب لجميع الأجهزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو حابب اشكر كل اخواتي على الكومنتات الحلوة دي، بجد بتفرحوني قوي، شكرا جدا ليكم. ولو انت اول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب دلوقتي وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ويلا نبدأ الفيديو. لو انت ما عندكش برنامج على الجهاز بسيب لك اللينك في الديسكريبشن تيجي تحمله من هنا. تضغط على داونلود، تفتح معاك الصفحه دي تشوف هتحمل البرنامج فين عندك على الجهاز، وتضغط على سيف. بعد ما بيتحمل معاك البرنامج على الجهاز عندك هيبقى بالشكل ده، تضغط عليه وتثبته، هيفتح معاك الايقونه دي. تمام، الايقونه اللي قدامك دي هتضغط عليها 2 كليك هتفتح معاك البرنامج. هي دي واجهه البرنامج، واجهه بسيطه جدا. كل الايقونات دي مش مهمه لينا قد الايقونه دي. دي الايقونه اللي هي سكرين ريكوردر اللي احنا هنسجل من خلالها تصوير للشاشه صوت وصوره. انما الايقونات الباقيه دي كلها تقدر تستخدمها ان انت تاخد سكرين شوت للشاشه باحجام ومقاسات معينه. يعني مثلا لو ضغطت على الايقونه دي هتاخد سكرين شوت للشاشه اللي انا واقف عليها، وتقدر كمان تعدل عليها من هنا. تمام، نرجع بقى للايقونه المهمه اللي احنا قلنا عليها اللي احنا هنسجل بيها بالشاشه صوت وصوره. هنضغط كده على سكرين ريكوردر، هتفتح معاك النافذه دي. هنيجي هنا لو اخترت اول واحده دي احجام ومقاسات للشاشه اللي انت هتصورها. لو اخترت اول مقاس ده وضغطت على ريكورد هيصور معاك الشاشة بس بالحجم اللي انت عايزه. يعني مثلا انا هقف من هنا كده وانزل لحد هنا وعايز اسجل الشاشة بالحجم ده بس، وتقوم ضغط على ستارت. تمام، لو اخترت الاختيار التاني ده وتدوس على الريكورد هيسجل معاك الشاشة بس حجم معين هو البرنامج عامله لك، يعني الحجم اللي ظاهر قدامك ده. لو ضغطت كده هيسجل معاك الاحمر ده بس. تمام كده، والاختيار ده هيسجل معاك الشاشة كاملة ما عدا الشريط اللي تحت، هو مش ظاهر قدامكم لان انا بسجل من غيره. ولو ضغطت على فول سكرين هيسجل معاك الشاشه كامله حتى بالشريط اللي تحت، شاشه الكمبيوتر كامله او شاشه اللابتوب كامله. انا بفضل طبعا ان انا اسجل بالحجم ده. اضغط عليه كده وبعد كده تقوم ضغط على ريكورد، هتفتح معاك النافذه دي. هتيجي هنا مثلا لو انت عايز تعمل مقدمه للفيديو قبل ما الفيديو يبدا، او تكتب اي حاجه قبل ما الفيديو ما يبدا، هتضغط وتعلم على الاختيار ده كده. هيجي هنا شوف انت عايز تكتب في التايتل، مثلا هكتب تسجيل الشاشة. تمام، واقدر اعدل كمان على في اشكال كتير للكلام هنا، اعدل على الكلمة اللي انا كتبتها. تمام، وتختار اي شكل من الاشكال دي. كمان اقدر اكبر الحجم واصغر الحجم لو عايز اتقل او اخفف الخط. تمام، وهنا لو عايز اخلي الخط كده مايل سنة، وهنا لو عايز اخليها على الشمال، وهنا ارجعها تاني في النص. تمام، واقدر اغير لون الخط من هنا، مثلا نخليه اللون ده، واقدر اغير الخلفية كمان مثلا نخليها اللون ده بالشكل ده. تمام، وهنا في الديسكريبشن لو عايز تكتب اي حاجه تحت الكلمه دي، ده العنوان مثلا، وبتكتب اي حاجه من تحت، تسجيل الشاشه ببرنامج خاص ستوب. تمام، وتقدر ان انت كمان تغير شكل الخط وتكبر او تصغر برضو، وتتقل على الخط زي ما انت عايز، وتخليه مايل سنه، وتعدل عليه من هنا برضو، تجيبه على الشمال سنة أو تجيبه في النص، وتغير برضو الألوان وتغير الخلفية براحتك زي ما أنت عايز. تمام، وهنا الهيدر لو عايز تبين الحاجات دي، اسم الجهاز، يوزر نيم. تمام، بالشكل ده كده. بعد كده هنا بتيجي تظبط الوقت اللي أنت بتاع المقدمة اللي أنت عايزها تظهر دي، 3 ثواني، ثانيتين، 4 ثواني، خليها 3 ثواني اللي هي تظهر قبل الفيديو بوقت قد إيه. تمام، وبعد كده تضغط على ستارت. تمام، هتحمل معانا كده إيه ده الوقت اللي إحنا اخترناه، ويبدأ معاك التسجيل. كده بدأ معاك تسجيل الشاشة صوت وصورة. تمام، شوف بقى انت هتعمل ايه براحتك. بعد كده بعد ما بتخلص تسجيل للشاشة صوت وصورة اللي انت عايزه، بتضغط على العلامة دي كده اللي تحت، هطلعها لكم فوق كده عشان مش تبقى ظاهرة معاكم. هتضغط هنا على العلامة دي كده، بعد كده تقوم دايس على سيف. هنا لو عايز تقفل تسجيل الشاشة خالص ما يتسجلش ولا يتحفظ عندك على الجهاز. تمام، وهنا لو عايز توقفه وبعد كده تكمل تاني، لكن هنا هتضغط على سيف هيتحمل معاك، شوف هتحمله فين عندك على الجهاز. تمام، وتقدر ان انت تسميه من هنا، تضغط على سيف وهذا يشتغل معاك التسجيل. تمام كده. بعد ما خلصنا التسجيل كمان بيوفر لك البرنامج ده ان انت تقدر تعدل على الفيديو ده. هتضغط على ايديت، تيجي هنا تجيب التسجيل اللي انت لسه مسجله، تجيبه كده، تختار اوريجينال سايز، اوكي. هنيجي هنا بقى نشغل الفيديو. مثلا لو عايزين نعمل زوم، شغل الفيديو مثلا لحد الحتة دي، واجي اعمل زوم هنا كده،
تمام، اجي كده هنا بالماوس واشوف انا عايز اعمل زوم في اي حته، مثلا نيجي اعمل عايز اعمل زوم للحته دي كده، واقوم دايس على اوكي. تمام كده اللي اتعلمت معاك بالاصفر دي، نرجع كده سنه ونشغل مع بعض ونشوف. تمام كده اول ما جت العلامه الصفراء دي عمل زوم معاك، وتقدر ان انت كمان تقلل حجمها او تكبر. تمام بعد كده لو عايز تقص حته معينه في الفيديو من النص، من الحته اللي انت واقف عندها دي تعمل كات كده، ودي الحجم اللي انت عايز تقصه، مثلا خليه 3 بالشكل ده. اللي اتعلم معاك اسود ده تقدر ان انت تقصه، يعني ترجع كده هنا والفيديو شغال معاك عادي، واول ما يظهر معاك الشريط الاحمر ده كل ده كده مش هيبقى موجود في الفيديو لما تيجي تحفظه. كمان تقدر ان انت تدوس على اقراء تفتح معاك النافذه دي، تقدر ان انت تضغط هنا كده وتعمل بالشكل ده، وتقدر ان انت تكتب عليها اي حاجه، فاست ستون، وتقدر ان انت تعدل كمان على اللون بتاعها بالشكل ده. تمام ونقدر ان احنا نكبر الحجم ونصغره ونتقل، او نخلي الكلام مايل تحتي خط، تمام نجيبه على الشمال نجيبه على اليمين في النص بالشكل ده. تمام بعد كده تقدر ان انت تعمل اسهم، مثلا عايز تشاور على حاجه معينه في الفيديو تعدل على السهم براحتك، تمام بالشكل ده كده. وهنا لو عايز تعمل حاجه معينه في الفيديو بالشكل ده، وهنا لو انت عايز مثلا تعلم في الفيديو على حاجه معينه بالمربع ده كده، وهنا لو عايز تعلم بدايره، تمام وهنا كده لو عايز تكتب على الفيديو مثلا او تعلم على حاجه معينه باللون الاصفر، وهنا تستخدمها في الاقواس. وهنا لو عايز تحمل صورة في الفيديو، مثلا هختار الصورة دي وتيجي هنا كده تدوس كليك، تقدر تتحكم في الحجم بتاعها تكبر أو تصغر. تمام بعد كده لو جيت هنا تقدر إن أنت تكتب على الفيديو بالشكل ده، تحدد كده وتيجي تكتب مثلا أي حاجة أنت عايز تكتبها. تمام كده بالشكل ده، وتقدر برضو إن أنت تغير اللون من هنا وتغير شكل الخط من هنا، وتكبر او تصغر براحتك، وتتقل على الخط او تخلي الخط مايل. بعد كده عندنا هنا تقدر برضو تكتب على الفيديو بتاعك بالشكل ده، تمام وهنا لو عايز تعمل العلامة دي، وهنا لو عايز مثلا تخفي اي حاجة من الفيديو بالشكل ده كده، وهنا بشكل الدايرة، وهنا لو عايز تعمل هايلايت معين مثلا او تظلل على حاجة، ولو عايز تبكسل اي حاجة في الفيديو، اي منطقة في الفيديو تبكسلها كده، مثلا عايز بكسل المنطقة دي كلها تعمل كده. وهنا لو عايز مثلا ألغي حاجة أنا عملتها أضغط عليها كده بالشكل ده، ومدايس على علامة الإكس. تمام وهنا هتقرب، تقرب معاك الفيديو وتبعد تاني. بعد ما بتخلص خالص تعديل على الفيديو بتاعك تدوس على أوكي بالشكل ده. تمام كده ولو شغلنا نرجع كده ونشغل، كل حاجة عدلتها هتبان معاك في الفيديو. بعد ما بتخلص تعديل على الفيديو وتقص وتعمل زوم للي أنت عايزه، تدوس على سيف أز، تشوف اتحمل الفيديو فين عندك، ولا عايز تغير الاسم بقى تشوف براحتك، تسميه اي اسم كده اللي انت عايزه وتدوس على سيف. كده الفيديو حمل معانا على الجهاز، هضغط على اوكي هيشتغل معايا الفيديو تلقائي على طول. تمام كده نيجي نشوف اللي احنا عملناه بقى. هنا كنا عاملين زوم، الزوم اتعمل معانا اهو، والحته اللي احنا قصيناها اتقصت، التعديلات اللي احنا كنا عاملينها على الفيديو اتظهرت. في نهاية الفيديو أتمنى أكون أفدتكم، وما تنسوش بقى لايكات كتير على الفيديو ده وكومنتات، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.